يعني الفئة من 20 لـ 24، كيف احنا بنوجدها؟ حكيت لك بدنا نوجد طول الفئة. طول الفئة ايش بيساوي؟ الحد الاعلى ناقص الحد الادنى زائد 1. حكيت لك انه لما بدنا نيجي نمشي من اليمين لليسار، يعني من الفئة الاولى للاخيرة، راح اجمع لها طول الفئة. ولما بدي اجي امشي من بصيغة عكسية، من الأرقام الكبيرة للأرقام الصغيرة، بدي إيش؟ أطرح لها مركز الفئة. فباجي أول شغلة بدي أطلع طول الفئة، طول الفئة السابقة والتالية. من خلال طول الفئة عندي الحد الأعلى ناقص الأدنى زائد 1. الحد الأعلى أنا عندي 9، والحد الأدنى 5. 9 ناقص 5 زائد 1 اللي هي 4 زائد 1 ويساوي 5. إذا راح أطرح 5 وأجمع 5، فباجي بحكي الفئة الأولى كم عندي؟ من 5 لـ 9، فباجي بحكي 5 ناقص 5 صفر. هون الصفر وين أجا؟ عندي على الحد الأدنى، وبما إنه أجا على الحد الأدنى فما بخليه زي ما هو، ما بقلب كل المسألة صفر. متى بقلب إنه خلص إنه المسألة إنه الفئة كاملة تساوي صفر؟ لما بيكون عندي الحد الأعلى هو صفر، وكان في عندي الحد الأدنى سالب، حتى ما أفوت بصيغة السوالب. التنين سالبين بتركهم، التنين موجبين بتركهم، لكن لما بيكون في عندي صفر بالحد الأعلى، خلص إنه بخليه كتسهيل لإلي إنه الفئة كاملة تساوي صفر. فباجي بحكي 5 اللي هي عندي طول اللي هي من الفئة الأصلية، 5 اللي هي من عندي من الفئة من 5 لـ 9، باجي بحكي 5 ناقص 5 تساوي كم؟ صفر. وعندي الفئة الحد الأعلى اللي هو 9، 9 ناقص 5، الخمسة اللي هي طول الفئة، تساوي كم؟ 4. إذا عندي الفئة السابقة اللي هي من 0 لـ 4، الفئة طلعت عندي من 0 لـ 4. طيب هاي طلعتها، حكينا التكرار شو دائما بيكون؟ صفر. لا، الفئات اللي احنا راح نضيفها تكرارها دائما صفر. طيب الفئة التالية التي تلي الفئة الأخيرة اللي هي من 20 لـ 24، من 20 لـ 24، هون راح أضيف ولا أجمع؟ أطرح ولا أجمع؟ راح أجمع، لأنه على جهة اليمين، من اليسار لليمين، من اليسار لليمين راح أطرح طول الفئة، من اليمين لليسار راح أجمع طول الفئة. أنا هون عندي 20 ماشية إيش؟ من اليمين لليسار، إذا راح أجمع. أما هون من 5 لـ 9 أنا مشيت بالعكس، إذا راح أطرح. فباجي بحكي 20 زائد 5 اللي هي 25. إذا الفئة التالية عندي 25، عندي 24 زائد 5 اللي هي بتساوي 29. إذا عندي الفئة الأخيرة اللي هي من 25 لـ 29، طبعا دائما تكرارهم حكينا بيساوي صفر. عندي تاني خطوة اللي هي إيجاد مركز الفئة، اللي هو الحد الأعلى زائد الأدنى قسمة 2. إحنا حكينا عندي هون عندي المركز الفئة من 0 لـ 4، حكينا نجمع الحد الأعلى أو الحد الأدنى ما بتفرق، لأنه عندي الجمع عملية تبديلية، فما بفرق عندي مين حطيت بالأول، الحد الأدنى أو الأعلى، لأنه عندي العملية جمع. فبتصير عندي 0 زائد 4 قسم 2 اللي هي 4 قسم 2 تساوي 2. شو يعني؟